زميلنا العزيز محمد توفيق من استاد مختار التتش بالجزيره يطمنا ويقول لنا كل الاخبار تتعلق بالفريق. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا توفيق، طمنا على استعدادات النادي الاهلي خصوصا ان جمهور الاهلي متشوق لرؤيه الفريق بعد فتره غياب وفتره توقف، فاكيد عايزين نطلع على كل جديد يتعلق بالفرقه قبل مباراه الغد والتحدي الهام امام المقاولون العرب في كاس مصر. بالفعل يا امير، مش بس جماهير النادي الاهلي، احنا كمان متعطشين بشكل كبير جدا نشوف النادي الاهلي تاني ومبارياته في الملعب. يمكن الفريق بيعود للتدريبات بعد الاجازه اللي حصل عليها يوم الخميس، اتدرب بالامس صباحا يوم الجمعه، يمكن كان تدريب قوي جدا، ابتدى ببعض التدريبات القويه في الجيم ومن بعدها كمان يعني مواصله التدريبات في ملعب التدريب. يمكن كمان كان في محاضره مطوله امبارح للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اتكلم فيها عن بعض الاجزاء الخططيه والتكتيكيه والمرحله المقبله مع اللاعبين. يمكن كان زي ما قلت لك تدريب قوي جدا سواء للاعبين او كمان حراس المرمى بالامس، النهارده الفريق بيواصل تمريناته، يمكن التمرين برده ابتدى ببعض الفقرات في الجيم، ويمكن تدريب قوي جدا لحراس المرمى بقى بقياده ميشيل يانكونن مدرب الحراس، كان شارك فيه الرباعي طبعا محمد الشناوي، علي لطفي، وحمزه علاء، ومصطفى شوبير. وطبعا كانت تدريبات قوية بشكل كبير جدا استعدادا طبعا لمباراة الغد بإذن الله أمام فريق مقاولون العرب في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر 2021-2022. التدريب حالا دلوقتي يا أمير قدامك على الشاشة أكيد لقطات منه، شغال بشكل كبير جدا، كل اللاعبين الحمد لله مشاركين في التدريبات. يمكن الحمد لله شهد التدريبات الأمس مشاركة حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم في التدريبات بشكل كامل وتام، طبعا ده كان بعد خلاص إن اللاعبين بقوا في فورمة التدريبات الكاملة المباريات، بعد طبعا ما الجهاز الفني والطبي تم دخولهم تدريجيا وبشكل تدريجي للتدريبات. كل الفريق ظهر بشكل اكثر من رائع، ان شاء الله تبقى ان شاء الله بكره بدايه لظهور الفريق من جديد، وجمهور النادي الاهلي المتعطش يشوف فرقته باذن الله، ويكون انتصار وصعود باذن الله يا امير للدور الاربعه او الدور قبل النهائي في مسابقه كاس مصر باذن الله. كل الاجواء هنا ان شاء الله تبشر ان احنا هنشوف مباراه قويه جدا وباذن الله تكون اقوى عوده للنادي الاهلي باذن الله، والصعود للدور الثاني، ودايما يا رب النادي الاهلي يبقى في انتصارات يا امير ودايما يفرح جمهوره الكبير في كل مكان باذن الله. توفيق، يعني موقف حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، يعني انت طمنتنا ان هم بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، لكن هل ليهم فرص في التواجد في قائمه الاهلي لمباراه الغد امام المقاولون العرب ولا لا؟ وفي نفس الوقت عايز اسالك عن تطورات حاله كل من متولي وايمن اشرف، ولو في اي مصابين تانيين كمان طمنا. الحمد لله بطمنك، يعني باستثناء اللاعبين اللي انت ذكرتهم الحمد لله كل الفريق في حاله جيده، زي ما قلت لك حمدي فتحي محمد عبد المنعم شاركوا زي ما قلت لك بشكل كامل جدا في التدريبات وموجودين بيشاركوا، ما فيش اي مشكله، وجودهم في القائمه غدا من عدم، وده طبعا هيبقى حق اصيل للجهاز الفني، ولكن هم من الناحيه الطبيه هم جاهزين تماما، يتبقى فقط زي ما قلت لك اختيارات الجهاز الفني هل يعني يحتاج يكونوا موجودين معاه ام لا. محمود متولي يمكن يعني زي ما انت اكيد شفت في كادرات كتير جدا معانا امير بيجري عمليات الجري حوالين الملعب، ان شاء الله يعني برنامجه التاهيلي والعلاجي بيسير بشكل اكثر من رائع، وان شاء الله يعني قريبا يكون مع بقيه الجهاز. طبعا ايمن اشرف النادي الاهلي طبعا يعني والجهاز الطبي والفني يعني زي ما بنقول بيعملوا اقصى مجهود ان شاء الله انه يكون موجود باذن الله ويؤدي برنامجه الاستشفاء والعلاجي مع الفريق ويكون موجود في اقرب فرصه باذن الله، لكن باستثناء كده كل اللاعبين بشكل اكثر من رائع. حالا ان شاء الله باذن الله امير عقب انتهاء المباراه مباشره هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق الليله باذن الله استعدادا لملاقات المقاولون باذن الله غدا في الخامسه مساء على استاد الاهلي والسلام باذن الله، وباذن الله زي ما قلت لك تكون عوده قويه جدا للنادي الاهلي ويفرح كل جماهير النادي الاهلي والصعود باذن الله لدور الاربعه في مسابقه كاس مصر ان شاء الله باذن الله تعالى. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي.